موسى يا وزير التربية عش بالحال ولا تحمد القاضية تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس يخلد الأساتذة والأستاذات وكافة الأطر الإدارية والتربوية وأطر الدعم بالمغرب. هذا اليوم العالمي للمدرس بالاحتجاج على وزارة التربية الوطنية على إثر سنها لنظام أساسي تراجعي. هذا النظام الأساسي المسمى بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي أجهز على مجموعة من الحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وجعل الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بشكل رسمي خارج الوظيفة العمومية، حيث أنه كرس وضعية التعاقد بل ورسخها من خلال عدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. على إثر ذلك اليوم يشهد المغرب إضراب وطني على المستوى الوطني، وكذلك مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الميدانية أهمها وأبرزها الشكل الاحتجاجي الممركز حاليا بالعاصمة الرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية، واللي بالمناسبة ندين التدخل الهمجي الذي وقع قبل قليل في حق هذا الشكل النضالي السلمي والحضاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية التي تتعنت في حل ملفات الشغيلة التعليمية، بحيث أن الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها تعاني اليوم من داخل قطاع التربية الوطنية، سواء الشغيلة التعليمية المرسمة أو المفروض عليها التعاقد وبجميع أطيافها وفئاتها. إذن يأتي هذه الأشكال النضالية اليوم الإضراب الوطني لخمسة أكتوبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، الوقت الذي كان يجب على وزارة التربية الوطنية أن تحتفي فيه بالأساتذة والأستاذ عبر تحسين وضعيتهم وعبر إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بإسلاك الوظيفة العمومية وعبر سن نظام أساسي يفي بالاستجابة لمتطلبات ومطالب الشغيلة التعليمية كافة. نجد وزارة التربية الوطنية بتواطؤ شركائها قامت بالعكس من ذلك وعملت على احتقار الشغيلة التعليمية بل والتضييق على الشغيلة التعليمية أكثر من أي وقت مضى من خلال نظام أساسي تراجعي ملؤه المهام الجديدة بدون تعويضات، بالإضافة إلى عقوبات مشددة على الأساتذة والأستاذات لا لشيء إلا لتضييق الخناق على الشغيلة التعليمية، وكذلك محاولة وزارة التربية الوطنية ضرب الشغيلة التعليمية بعضها ببعض من خلال إفصاح في النظام الأساسي التراجعي على قيمة التعويضات على المهام لفائدة أطر الإدارة التربوية والمفتشين بمبالغ خام ولمجموع سنوي غير خاضع للاقتطاع على الضريبة على الدخل، حتى تعمل على تضخيم تلك المبالغ حتى يتم تغليط الرأي العام الوطني، وكذلك تغليط الأساتذة والأستاذات وباقي الأطر الإدارية والتربوية ومحاولة ضرب الشغيلة التعليمية بعضها ببعض. نحن من داخل التنسيق الوطني للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد نجدد رفضنا ونذكر بأننا رفضنا النظام الأساسي التراجعي قبل صدوره، وحذرنا من أنه سوف يكون نظام أساسي تراجعي سوف يزحف على حقوق الشغيلة التعليمية، وهو ما تأكد اليوم من خلال مشروع النظام الأساسي الذي سرق عليه الحكومة يوم 27 جوتمبر الماضي. وبالتالي اليوم كتنسيقية وطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ندعو الشغيلة التعليمية برمتها إلى الوحدة النضالية على أساس مبدئي لا انتهازي من أجل اكتساب الحقوق والعمل على إسقاط كل الجرائم التي ترتكب بحق الشغيلة التعليمية من خلال هذا النظام الأساسي التراجعي وباقي التشريعات المجحفة في حق الشغيلة التعليمية. كذلك ندفض لنا الفرصة أن نتضامن مع أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات الذين حرمتهم وزارة التربية الوطنية من حقهم في التمدرس من خلال تعنتها وعدم إرادتها الحقيقية من أجل العمل على حل المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية برمتها سواء الرسمية أو المفروض عليها التعاقد، ونحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية هذا الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي.